للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. أهلا بكم دكتور. بداية في الذكرى 15 للغزو الأمريكي للعراق، كيف تبدو حالة العراق اليوم على مختلف الصعد؟ حياكم الله أخي العزيز. اليوم الهيئة أصدرت بيانها رقم 1316 والمتعلق بالذكرى 15 للغزو الأمريكي للعراق، مذكرة العالم أجمع والشعب العراقي خصوصا بهذا اليوم المشؤوم الذي فضحت به نوايا أمريكا التخريبية والتدميرية تجاه العراق، عندما بدأت غزو العراق بأعذار واهية وأكاذيب رخيصة حاولت من خلالها تمرير مشروعها التدميري. نعم هو يوم كئيب، لكنه فاضح كاشف لألاعيب المحتل وتستره بالكذب والخداع، ولأنه أماط الستار عن وجه أمريكا وحلفائها القبيح. أما حال العراق اليوم فهو إن وصفته بالمأساوي فقليل بحقه، فمن يعيش في العراق ويتابع أخباره وأحواله يرى المآسي والآلام والقتل والتشريد والنزوح والدمار وهدم البيوت على ساكنيها، والجثث تحت الركام تمر عليها أشهر ولا تحرك الحكومة الحالية ساكنا لاتخاذ ما يلزم. العراق اليوم عراق منهوب الثروات، مسلوب الإرادة، مستباح الحدود، لا سيادة ولا قانون ولا حتى أبسط مقومات الحياة. حال العراق يزداد سوءا على جميع الأصعدة كما بيّنت وأكدت الهيئة اليوم، سواء الأصعدة على الصعيد السياسي والأمني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي كافة. طيب دكتور، إلى أي مدى ينبغي أن تشكل هذه المناسبة دافعا للمنخرطين في العملية السياسية لإعادة النظر في مواقفهم؟ أخي الكريم، هذا من الطبيعي والمنطقي أن يراجع هؤلاء مواقفهم وينظرون إلى ما وصل إليه العراق اليوم من تدهور على جميع الأصعدة، لكن للأسف أقولها وبمرارة إن كثيرا ممن دخلوا العملية السياسية دخلوها لمصالح شخصية وفئوية أو حزبية مقيتة لتنفيذ مخططات دولية وإقليمية تدين هذه الأحزاب أو هذه الشخصيات لها بالولاء، والغاية هي طمس هوية العراق على أيدي هؤلاء المتحكمين به من السياسيين الذين رهنوا مصير شعب كامل بثرواته وبسيادته بمصالح شخصية فئوية أو الإدانة بالولاء لخارج البلد. طيب، في الذكرى 15 اليوم، هل تتحمل، هل يمكن القول بأن الولايات المتحدة تتحمل وحدها مسؤولية ما وصل إليه العراق برأيك أنت؟ طبعا أكيد أمريكا وإيران هما رأس الأفعى وتبادل الأدوار بينهما واضح في العراق في لما وصل إليه العراق اليوم، لكن هناك من ساندهما ووقف معهما أو سار معهما إلى بداية غزو العراق فتوقف عند ذلك، فمواقف الأمم المتحدة سلبية والدول الإقليمية والعربية للأسف تتحمل مسؤولية أيضا، وأصحاب العملية السياسية الذين ينفذون المخطط الأمريكي الإيراني هم أيضا يتحملون المسؤولية. لذلك اليوم الهيئة أكدت على صواب الرؤية التي ذهبت إليها القوى المناهضة للاحتلال وعمليته السياسية منذ الأيام الأولى للاحتلال، والمعطيات والوقائع والمخرجات العسكرية والسياسية للاحتلال تؤكد على صحة ما ذهب إليه أصحاب المشروع المناهض للاحتلال. من عمان عبر الهاتف عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.